السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم جميعا تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم حريرة، دائما تندير لكم حريرة بالشعرية، اليوم غندير لكم حريرة بالرز. جاي عندي واحد ضيفة وغنشارك معكم فطور اليوم، داكشي لي صوت. انا داخلة الكوزينة معطلة 6:15 هادي، ماشي مشكل. المهم انا راه قضيت شغلي الصباح، عاد خرجت قضيت شي التزامات، عاد باش رجعت دابا ان شاء الله غنشارك معكم حريرتي. عندي هنا مطيشه، حكيت مطيشه، غنزيد عليها هنا شويه الكسبر ومعدنوس وبصله محكوكه، هنا طريفات ديال اللحم اختياريين، عندي شويه الحمص، عندي هنا شويه العدس غسلته، وعندي هنا كيف كتشوفوا عندي شي معلقه ونص ديال الرز، ما تنكثرش الرز بزاف، حتى هو غنديرو من الاول. عندي معلقه ديال المطيشه الكبيره، ندير شويه القرفه، شويه ديال البزار، شويه ديال خرقوم ماشي بزاف، شويه ندير شويه الملحه على حسب الذوق، وندير سكينجبير صافي. وعندنا هنا السمن، يعني ندير شويه هكا معلقه ما عمرش، معلقه صغيره شويه السمن والحريره راه تيتواتاو صافي. نردو حريرتنا ان شاء الله تشحر ونرجع معاكم. حريرتنا تقلات، غاد نرويها دابا على غير التذكير حيت عطلت، جيت بقيت راجل طيب العشا نشارك معاكم شنو طيب لينا. وخا انا دائما تنقولي على هاد الوصفة اللي كيدير لينا مرة تجي غزالة، تنقولي خليها حتى تشاركها مع المتتبعين ديالي. ولكن اليوم ان شاء الله غاد نشرح لكم شنو دار فيها. ها انتم طيبنا الكلام اخو الكروفيت في الطاجين. الصباح قبل ما نخرج عشان تخبيز، ها انتم عجنت خبيز ديال الدار، ودرت هاد الرغيف غندير فيه فخيطات، ودرت شويه ديال البطبوط. ها انتم بغيت نشكل لهم شويه، انا غنشارك معكم هاد الشهيوات اليوم. دابا غندير لكم فخيطات، عندي هنايا رفيته حاطه لكم في القناه. دابا بغيت نذكركم عندي هنا شويه البصله درت عليها مليحه وشويه البزار، عندي هنا شويه الفلفل الخضراء، هنا عندي دجاج مرقداه من البارح في الحامض، والثومه شويه السودانيه والملحه، كثر غير الحامض باش يجي بنين. وها الرغيف ديالنا، نشحر هذا الشيء ولا نعاود ما شحرت لينا لو كنت نزيد عليهم ديال كنا نصور هاد التوقيتة ديال 6:15 كنبداو غير تنجرب. ها فخيطات ديالي كيتبان لكم، غادي ندير لي هكا شوية تاع هاد المايونيز، هادي مايونيز فيها تومة فيها الربيع فيها، وغندير شويه ديال هاد الفخيطات ديالي بعد ما طاب، ندير هكا في الوسط، وغنجمعو هكا، ندير لي غير هكا صافي، وغنحطو في هاد البريصة. نزيد معاكم وحده اخرى، كنت عندي مالح بزاف اليوم، داكشي باش غنكتفي غير بهذا وبالطبيطات معمرين وشويه د السكر هكا. صافي نبقى انا تنكمل هاد الكميه ونرجع معاكم. هادو خليوهم حتى الاخر باش يبقاو لكم سخان، وتديهم تحطوهم سخان في المغرب، هادو لا تكالو سخان كيكونوا غزالين،
كتحسوا داك الطعم ديال الحامض وديال وهنا باش نعمروا هاد البيطات درت شويه ديال الخس مقطع ودرت شويه ديال الطون والذره الملحه والبزار والزيتون وشويه المايونيز غنخلطو نعمر به البيطات ان شاء الله. راه حلتنا وجدات عرفتي كي غتجي بنينه بالرز مره مره بدلو ديروا الرز عوض الشعريه وغتشوفوا كي غتجيكم. فخي تصلي صوت معكم اليوم كيجا هو بطبيطات معمرين نشارك معكم فطوري وهذا هو الطاجين اللي ديما تنقول لكم عليه ولكن مره اخرى ان شاء الله راه غادي يطيبوا قدامكم باش تشوفوه كيجي في الاخر تيدير ليه البيض تيجي غزال ما نقول لكمش عليه حنا اللي ضايقاه وصحتكم فطوركم. شاركت معكم فطوري اليوم ونتمنى يعجبكم حتى هنا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى امل لقاء بكم في حلقه قادمه بحول الله ومع السلامه.